اهلا بكم في حلقه جديده. النهارده هشرح اكواد الميتا تاج. هي اكواد بتضيفها لاي قالب لوجر، وايه فايدتها؟ فايدتها ان هي بتوضح لمحركات البحث محتوى الموقع بتاعك، وكمان بتربط بيها الصفحات على السوشيال ميديا زي الفيسبوك، انستجرام، تويتر، المواقع ديت، تمام؟ وده طبعا بيقوي موقعك في محركات البحث. وهي مهمه، مهمه مبدئيا كده. قبل ما ابدا، في قناه اسمها كراك، دي الحالات الواتس وكده، طبعا الحاجات اللي انتوا هتحبوها يعني. يا ريت تعملوا اشتراك ولايك بقى وتظبطوا القناه ديت، تمام؟ هي دي مش قناتي، هي دي قناه يعني شخص عزيز عليا يعني وكده، هتلاقوها تحت الصندوق ديسكريبشن، تمام؟ ويلا نبدا. هنا بقى هنبدا بتفعيل اكواد الميتا تاج. نخش على الموضوع، نخش على ال HTML. بص، هي دي اكواد الميتا تاج. بس افرض بقى اللي انا ما عنديش اكواد الميتا تاج ديت، انا همسحها كده. افرض ان انا ما عنديش الاكواد دي، اعمل ايه؟ بص، هتلاقي برضو تحت في الديسكريبشن الاكواد الميتا تاج ديت، اللي هم دول كوبي، بعد كده اعملهم بيست. هنا عندك اول واحدة كانت الكي وورد، اللي هي بتتكلم عن الكلمات الافتتاحية، اللي هي مثلا انت البلوجر بتاعتها بتتكلم عن ايه، مثلا اذا كان اخبار، اذا كان تعليم، اذا كان برامج كمبيوتر، معلومات، مشاهير، تطبيقات ايفون، تطبيقات اندرويد كده. طبعا ده الوصف بتاع القناة اللي هو ديسكريبشن. ده بيتكلم مثلا عن ايه، تقدم اخبار عامة وبرامج كمبيوتر وتطبيقات ايفون واندرويد، تمام؟ ده الوصف بتاعي اللي هو بتاع المنطق. ده بقى بيتغير على حسب المواضيع او المواضيع اللي انت هتمشي فيها، تمام؟ عندك بقى هنا التويتر، تمام؟ هنجيب هنا التويتر، تمام؟ نروح عاملين كوبي لدوت نسخ يعني، بعد كده نروح حاطينه هنا. عادي لو حطهولك في الآخر، بعد كده نروح هنا برضه نفس الحكاية تحتيها. هنا بقى عندنا ال FD Pages، صفحة الفيسبوك بتاعتك، تمام؟ هنا دي البيج بتاعتنا، تمام؟ اللي هي الصفحة بتاعتنا يعني. هندوس على حول وهننزل تحت خالص، معرف الصفحة، هنعمل كوبي اللي هو نسخ يعني، نروح حاطينه هنا. عندنا تاني حاجة اللي هو الأدمين، دي بتحط فيها الاي دي بتاع حسابك على الفيسبوك. بتجيبها ازاي؟ بتخش على lookupid.com، تروح عامل كوبي بيست دوت، تروح حطه هنا وتقول لوك اب. هو دوت هتلاقيه شبه اللي فوق، بس اللي ما عندهوش ديت، اللي مش ظاهره ديت، تمام؟ ممكن يجيبها من هنا، تمام؟ بعد ما بتظهر هنا تعمل لها كوبي نسخ، وبتروح جاي هنا عامل لها لاست. عندنا بقى اللي هي اخر واحده. انت مثلا لو عايز تحط الرابط بتاع تويتر، رابط تيك توك، رابط اي رابط انت عايز تحطه بتحطه هنا. يعني مثلا انا هحط رابط الفيسبوك بتاعي، اللي هو رابط الصفحة.
جاي هنا بس. تمام، في نقطة عايز اتكلم عنها برضو، ان انت لو مثلا ان شاء الله البلوجر بتاعتك فعلت تمام بجوجل ادسنس او بيبل او باي شركة تمام من دول، هيبعت لك كود. الكود دوت في ناس بتقول لك ان انت لازم تروح دايس هنا تروح عامل سبيس، لا انت بتروح جاي هنا تمام، بتروح ناسخ هنا او تحت تمام، وبتروح ناسخ الكود. دي الطريقة الصح. بعد كده بعد ما عملنا ده كله هنروح نسين خالص. دي كده يبقى حلقتنا النهاردة، وده يبقى آخر درس لينا في إنشاء مدونة بلوجر. أتمنى إن أنت تكون استفدت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب شير، والسلام.